مشروع ضخم يعكس الإشعاع الدولي للمغرب ومكانته في تحقيق الأمن الصحي العالمي، خصوصا في محيطه الإقليمي والقاري. نستمع بهذا الخصوص إلى البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب في الرباط، متحدثا إلى ميد راديو. وفي الحقيقة يجب أن نثمن كثيرا ما قام به صاحب الجلالة هذا اليوم في الجلسة هذه التي تمت خلالها توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركة سينوفارم، لا تمكن المغرب باش أنه في القريب العاجل إن شاء الله يتمكن من صناعة وتعبئة وتغليف واحد 5 ملايين ديال الجرعات من هذا اللقاح هذا بالمغرب، وهذا شيء مهم. وهذا كيجي بعد المكالمة الهاتفية ديال صاحب الجلالة مع الرئيس الصيني اللي كانت في شهر غشت الماضي، واللي خلالها كان اتفاق بأن المغرب ما يتوصلش فقط من اللقاحات الصينية ولكن كذلك بنقل تقنيات في هذا الميدان. هذا هو ما تم في اتفاقيات أخرى اللي عتمكن المغرب بأنه يكون عنده منصات فنية تمكنه من ذلك. إذن أنا وكمدير ديال البيوتكنولوجيا ديال مختبر البيوتكنولوجيا سعيد جدا بأنه المغرب عنده انخراط ملكي فعلي شخصي في هذا الميدان هذا، وكاين واحد رؤية متكاملة اللي غتمكن المغرب إن شاء الله بأنه، وبما أننا كندير اتفاق مع الصينيين، يكون إن شاء الله تنين ديال البيوتكنولوجيا على المستوى القاري والدولي إن شاء الله. المنصات البيوتكنولوجية لا تمكن فقط من صناعة اللقاحات هذه المنصات، بل أيضا من صناعة عدد من الأدوية الهامة بما فيها الأدوية الجنسة. توضيحاتنا أوفى دائما مع البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب في الرباط، متحدثا دائما إلى ميد راديو. وفي الحقيقة غير باش نذكروا الجمهور العريض بأنه المنصات البيوتكنولوجية التي تمكن من صناعة اللقاحات تمكن كذلك من صناعة الأدوية البيوتكنولوجية وما يسمى بالبدائل الحيوية اللي هي الأدوية الجنيسة للأدوية البيوتكنولوجية، ولا بغينا نشرحها ببساطة هي بروتينيات علاجية اللي خصها واحد المنصات فنية معقدة اللي المغرب عنده واحد طرف منها اللي هو ديال التعبئة والتغليف، واللي عادي يمر إن شاء الله لواحد الميد رينج، واحد المقاربة وسطية اللي تمكنوا باش تكون التقنيات اللي كتمكن من الخلايا أنه ينتج هاد البروتينيات العلاجية، على أمل إن شاء الله باش يكون المغرب قادر بأنه التطوير الكامل للأدوية البيوتكنولوجية واللقاحات. إذا هاد المنصات هذه تمكننا إن شاء الله في القريب العاجل باش نقوموا بهاد العملية التصنيع النهائية في المراحل النهائية ديالها، على أمل من بعد ذلك شيء بأنه كما كتسمى الانتجراسيون ديال هاد التقنيات هذه في الصناعة الدوائية في المغرب تاخذ واحد الحيز كبير باش تمكننا بأنه في المغرب، وانا ما عنديش شك تماما ان كاينه واحد واحد الرؤية ملكية واضحة وكاينه واحد استراتيجية، ماشي غير استراتيجيات، بينما حنا الان بقينا كنهضروا على خطط، مادام كاينه هناك واحد الشراكات موقعة على مجالاته، دا تمكن المغرب ان شاء الله باش يكون من الدول الرائدة في هذا الميدان.